راسل الحسين هم شيعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفصيل الثالث، الشيعة الذين راسلوا الحسين لم يغدر أحد منهم بالحسين. الحسين كان عارف بهذا المعنى، لما اعترضوا عليه بتوجهه إلى الكوفة وكان مصر الإمام الحسين في التوجه إلى الكوفة، عارف أن شيعته لا يغدرون به. قال له أهل العراق، على فكرة أهل العراق أهل الشقاق والنفاق، البعض ينسبها للإمام أمير المؤمنين، حاشا وكلا، لم يقلها الإمام ولا علاقة لها بالإمام. هذه الكلمة من خطبة للحجاج ابن يوسف الثقفي حينما دخل بعد قضية ابن الزبير وقضى على عبد الله بن الزبير ونزل إلى الكوفة، فخطب هذه الخطبة المعروفة: أرى رؤوسا قد أينعت وحان ثمارها، كذا وحان قطافها. في بدايتها خاطبهم، قال لهم: يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، لأنهم تخلفوا عن نصرته. علي بن أبي طالب لم يخاطب أهل العراق بهذا الخطاب. علي بن أبي طالب أحب العراقيين وأحبوه العراقيون، وذكرنا هذا المعنى لا أرجع له ثانية. الشيعة الذين كاتبوا الإمام الحسين سلام الله عليه كلهم وفوا بما عاهدوا الحسين عليه. هسه تقول لي شا وينهم؟ شو ماكو بس 70 واحد ويا الإمام الحسين؟ أقول لك نعم، هناك أسباب أدت إلى أنه لم يلتحق بالحسين روحي فداه غير هذا العدد. بل العجيب مع هذه الأسباب التي سأذكرها، العجيب أنه كيف استطاع هذا العدد أن يصل للحسين وينصر الحسين. مو العجيب أنه ليش ما طلع غير هذا العدد، العجيب أن هذا العدد شلون قدر يلتحق بالحسين سلام الله عليه. أولا الاعتقالات، ذكرت أنا بالمقدمة أن الكوفة تركيبتها قبلية، لما يعتقل زعيم القبيلة تتفتت قوة القبيلة، القبيلة تصير كأنها بدون النظام القبلي، زعيم القبيلة هو اللي يقود القبيلة، يريد يمشيها منا تمشي منا، يريد يمشيها منا تمشي. وذلك ربعنا الآن أهم شيء يكسب شيخ العشيرة، إذا كسب شيخ العشيرة حصل أصوات العشيرة بالانتخابات، ولذلك هذا شيخ العشيرة كان مجرم بالانتفاضة، عنده دور سيء، دور إجرامي، قتل الناس، ألقى القبض على الناس اللي لجؤوا له للمضيف وراح وداهم القوات الأمن وانعدمة الناس. هذا مو مهم، الآن المهم أكسبه حتى أجيب أصواته بالانتخابات. على كل حال، فرئيس القبيلة اعتقل عبيد الله بن زياد زعماء القبائل. الوقت مش يسوي للوقت، خلاص يعني إذا الوقت بعد هو الوقت يطارد ورانا، ولكم حق صحيح، يعني أنا مقرر أنه ما نزيد على الساعة، لكنه الوقت يلاحقنا حقيقة، والأمور ذو شجون تحتاج أنه أنا بس أحسد هذا اللي يقعد ويقرأ ساعتين ونص وثلاث ساعات، شلون يخلوه ما أدري. بس احنا ساعة وسيد أحمد وقف يم الساعة، جزاه الله خير. لا أنا ضد اللي يزيد على ثلاث أرباع الساعة، لكنه محرم بعد تدرون، والحديث ذو شجون. وعلى كل حال، صلوا على محمد وآل محمد. فإذن اعتقل المختار ابن أبي عبيدة، اعتقل كميل ابن زياد، اعتقل عمارة ابن صلخب الأزدي، اعتقل سليمان ابن صرد الخزاعي، اعتقل قيادات المجتمع، قيادات الشيعة الموالين لأهل البيت اعتقلوا. فلما اعتقلوا راحت تفتتت القبائل. الأمر الثاني، طبعا الاعتقالات أكو نصوص في عدد المعتقلين، نص من النصوص التاريخية 12,000 معتقل، نص 30,000 معتقل، نص أن الرؤوس الذين اعتقلوا كانوا 400 شخص في الكوفة. الأمر الآخر هو حملة الإرهاب والترويع والتخويف التي قام بها عبيد الله بن زياد في الكوفة، والقتل في الشوارع، وقتل مجموعة من الناس، قتلوا كانوا مثلا عبد الله بن يسار كان يدعو الناس للالتحاق بالحسين سلام الله عليه القبض، قتله بالسبخة بالساحة العامة في الكوفة، ألقى القبض على مجموعة عبد الله بن يقطر مثلا، قيس بن مسهر الصيداوي، هؤلاء من أصحاب الحسين سلام الله عليه، جاءوا رسل من الحسين إلى الكوفة ألقوا عليهم القبض قتلوهم. كمشوا رجل من الشام جاي عند ديون ما أدري شنو يريد يستوفيها، أموال يريد يستوفيها، جابوه قال له: أنت ايش عندك هنا؟ قال له: والله. قال له: اقتلوه حتى يتأدب به غيره. راحوا قتلوه، حملة من الترويع من التخويف. ثالثا غلق أبواب المؤدية
إلى الكوفة والخارج من الكوفة، بحيث أصبح من المستحيل النصوص التاريخية اللي لا مجال لسردها أو ذكرها، يصبح من المستحيل الخروج من الكوفة والدخول إلى الكوفة. وقصة حبيب والتحاق بالإمام الحسين هي خير شاهد على الظروف القاسية التي كانت تحيط بالكوفة، وبالتالي مع تلك الظروف لا يمكن أن يخرج أحد أو يدخل أحد إلى الكوفة. مع كل ذلك خرج هذا العدد إلى الإمام الحسين، وهذا العدد الذي خرج على قلته كانت مواقفه استثنائية، والذين يشتمون أهل الكوفة الحسين، اعطوني مجال 5 دقائق ما يخالف، الحسين ظل 4 أشهر و10 أيام في مكة يدعو الناس إلى نصرته، يخطب يبلغ، وخرج من مكة في اليوم 8 من ذي الحجة، يعني يوم التروية، الناس تجمعوا في مكة، الناس متوجهة إلى مكة، وضعينة الحسين خارجة من مكة، وخطب الحسين ودعاهم، وقد اجتمع المسلمون من كافة أقطار البلاد الإسلامية، ولم يخرج مع الحسين من مكة ولا شخص واحد. كل من التحق مع الحسين هم من أهل الكوفة، ما عدا 6 من أهل البصرة محسوبين على العراق، 3 اجوا من المدينة، والموالي الذين كانوا مع الحسين، والباقي كلهم من الكوفة. غير ذلك الموقف البطولي الذي كان لهؤلاء الشهداء الذين عبر عنهم الحسين: ألا وإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. الحسين يأذن لهم بالانصراف، الحسين يسقط حق في نصرتهم، يقولهم القوم لا يطلبون غيري، ليس عليكم مني ذمام، انسحبوا روحوا إلى بيوتكم، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، ويصرون على نصرته صلوات الله وسلامه عليه. ومواقفهم يوم عاشوراء، تلك المواقف الرائعة، تلك المواقف البطولية، موقف كل واحد منهم كان أسطورة من الأساطير، موقف كل واحد منهم كان موقف أمة من الأمم. سعيد بن عبد الله الحنفي، شاب في عمر الورود، حديث عهد بالزواج، التحق بالحسين في الطريق روحي فداه. سعيد بن عبد الله الحنفي شنو كانت وظيفته يوم عاشوراء؟ أوقفه الحسين في الصلاة، لما وقف الحسين يصلي قال له: يا سعيد أنت تحمينا بالصلاة، خلي نصلي، خاف واحد يجي يهجمون علينا كذا، أنت من الذين يقفون. وقف سعيد بن عبد الله الحنفي يدرأ السهام ببدنه عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية التاريخية، لاحظ دقة الرواية التاريخية، الإنسان بطبعه بفطرته بغريزته يهرب من المرض، يبتعد أو من الخطر، يبتعد من الخطر لا إراديا، العين حينما تتوجه لها أفرض شيء جزء خارجي، جسم خارجي، تنغلق رأسا، تنغلق، الإنسان بطبعه بطبيعته يهرب ويميل من الخطر. تقول الرواية كانت السهام تأتي للحسين كالمطر، فكان سعيد إذا جاء السهم يمينا يتجه يمينا، وإذا جاء السهم شمالا يتجه شمالا، باتجاه السهم لكي يدرأه عن الحسين سلام الله عليه. أي موقف أروع من هذا الموقف؟ ثم ما أن يتم الحسين صلاته روحي فداه، يسقط سعيد على وجه الأرض به 13 سهم، يجي يقعد الحسين عند رأسه، يأخذ رأسه، يأبن الحسين روحي فداه، فيه رمق من الحياة، يقول له للحسين، يقول له: أوفيت يا ابن رسول الله؟ هذا كافي في الولاء لك؟ هاي مواقفهم.